طيب الثانية عند من؟ مسوي عياله معيدي عبد الرحمن المعيدي عند من الثانية؟ لا عمر وصلتك صح؟ افا ختامها مسك ها؟ ثانية عند عادل بن هيف الشغا يا عادل يلا يا عادل يلا ما شاء الله تبارك الله تستاهل ابو هيف اول شيء انا انتوا اخوان لي جميعا ونحن عائله بلا اب ولا ام والاخ لا يخفي على اخوانه انا اليوم اعاني من الام في عضلات الظهر سلامات والله راس كول اي نعم سلامات ايه احدهم قال انه براد واحدهم قال ان العروق عندك مشدوده ووضع اخي سلطان العنزي بارك الله فيه على عاتقه ان يعالجني بعد صلاه العشاء هذا اليوم فان عالجني بعد توفيق الله فاذكروه بدعوه الله يجزاك وان لم يعالجني وزاد الطين بله فالله لا يوفق عدوه لا اذا ما زالت معك صبخه النجاشي درجه اولى طيب هذه امي يا جعني مبكيس ماس والله ما اقول انت خايف نفسك قسم يقول قسم بالله ما تقول السلام عليكم رد السلام يا الربع السلام ورحمه الله وبركاته وشلونك يا نظر عيني عساك بخير حتى امي كلامك انه قصيد شلونك يا نظر عيني عساك بخير اوصيك اول شيء بالمحافظه على الصلاه والاذكار والصلاه على النبي انت وزملائك اللي معك وجودك على الشاشه يسوى الدنيا وما فيها اتمنى لك الفوز وهذا عشمي فيك والله يوفقك انت وزملائك وزملائك كل ابوكم عيالي جعلني والله مبكيس وهذه والله الله يدخلها الجنة طول بعمره عاد طاعش تستاهل أبيات اللي قلتها فيها نستمر كل يوم بعد صلاة الجمعة مبادرة أخونا فهد عطوي بإذن الله وإن شاء الله